مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من صوره مع علا شوشه. كل سنه وانتم بالف خير. دي اول حلقه بعد عيد الاضحى المبارك، اعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. الحلقه الاخيره قبل عيد الاضحى صراحه حققت نجاح كبير جدا، واحنا مش بنقيس النجاح بس بنسب المشاهده. صحيح نسبه المشاهده تجاوزت المليون مشاهده بعد عرض الحلقه، وبالتحديد فقره اسلام زي ما احنا شايفين في اول صوره من الصور اللي احنا هنستعرضها النهارده. المشاهدات تجاوزت المليون مشاهده، بس مش هي دي بس مقياس النجاح. مقياس النجاح كان بالنسبة لنا التواصل الإيجابي والتعاطف اللي كان مع إسلام، سواء كان من داخل مصر أو من خارج مصر. من خارج مصر حتى من الجزائر كانت في أكتر من رسالة عن طريق الواتساب الخاص بالبرنامج عايزة تتعاطف وعايزة تساعد إسلام بشكل أو بآخر. في من برا مصر وفي من جوه مصر ومن داخل مصر، حتى التعليقات اللي تحت فقرة إسلام على صفحة قناة النهار كلها عايزة تساعد إسلام بشكل أو بآخر. صراحة التواصل الأهم بالنسبة لي كان من وزارة التضامن الاجتماعي. وزارة التضامن ودكتورة نيفين القباج عاملين شغل كبير جدا وهايل جدا على مستوى كل محافظات الجمهورية. عربيات بتجوب الشوارع ليل نهار عايزين تشوف الأطفال المشردة، المشردين في الشوارع، الأطفال بلا مأوى. مجهود جبار وعظيم في كل المحافظات. بس خلوني أرحب بسيادة المستشار محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن. سيادة المستشار أهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيبه ومشاهدينك بخير ان شاء الله. وحضرتك بألف خير. اولا انا يعني حابه اشكرك في البدايه على الاستجابه السريعه والتواصل السريع بعد عرض فقره يعني اسلام، وده مش جديد او غريب على وزاره التضامن. بس السؤال هنا يعني ازاي يعني تقدروا كوزاره انكم تتعاملوا مع هذه الحاله زي حاله اسلام؟ سبل المساعده ممكن تكون ازاي؟ بص حضرتك، اسلام حاله مركبه شويه. احنا يمكن الحالات لما بنصنفها في المشكلات المختلفه اللي بتواجهنا، سواء احنا بنتكلم عن اطفال بلا مأوى، ولكن اسلام عاش جزء من حياته طفل بلا مأوى ثم عاد الى اسرته. فهو الان اسره في كنف، طفل في كنف اسره. قد يكون لديه بعض المشكلات الاسريه اللي بتواجه اسرته، سواء مشكلات اقتصاديه او اجتماعيه تتعلق بسجن الاب او علاقته بوالدته واخواته. فالموضوع على ما يبدو مركب ومحتاج الى نوع من البحث الاجتماعي والدراسه. فهنستاذن حضرتك احنا نستقبل اسلام في حضور حضرتك ونشوف الحاله ندرسها ازاي ويتم تصميم تدخلات تتناسب مع اسلام، خصوصا ان هو سنه وصل 18 سنه فهو صحيح. غادر مرحله الطفوله، فالتعامل معاه محتاج الى برامج اخرى غير البرامج اللي موجهه بالزبط. للأطفال سواء في دور الرعاية أو في أطفال بلا مأوى أو غيرها من هذه البرامج. فالأمر محتاج إلى دراسة، محتاج إلى فهم لشكل العلاقة بينه وبين أسرته، ونشوف نقدر نساعده ازاي. ودي نقطه مهمه جدا، وانا حابه فعلا ان يكون في تواصل عن طريق التعامل المباشر والحوار المباشر مع اسلام، لان ربما بعد النقاش يعني تتضح امور ما كانتش باينه بشكل واضح من خلال الفقره. اشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار، وان شاء الله هنكون مع اسلام، واسمح لي اتواصل مع حضرتك بعد الحلقه ان احنا نظبط ميعاد ان شاء الله نكون فيه في وزاره التضامن. أشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن. ده النجاح الحقيقي. أنا حابة أشكر وزارة التضامن، الجهد غير مسبوق وجهد كبير جدا على مستوى كل المحافظات. دكتورة نيفين القباج المستشار محمد العقبي، أشكر أيضا كل وكلاء الوزارات وخاصة الأستاذة أماني خالد وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية. أشكر الصحفي هاني حسين اللي سهل مهمة البرنامج في محافظة الغربية. كل دول لازم نشكرهم، وأيضا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اللي قايم بمجهود كبير جدا على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياحي في محافظة الغربية. شكر جزيل ليكم جميعا. طبعا بالنسبة للصور اللي احنا هنضيفها في الألبوم النهاردة وفقرات حلقة النهاردة، فقرات كتيرة جدا. الصورة الأولى اللي احنا شايفينها دلوقتي دي صورة المهندس محمود الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة سمارت بروبرتي للتسويق العقاري. هنطرح سؤالين مهمين جدا، انا اعتقد كل اللي بيشوفونا بيسالوه لنفسهم. ازاي اختار الشركه العقاريه اللي هتعامل معاها علشان اشتري وحده سكنيه او اداريه او تجاريه؟ ازاي هختار شركه التسويق او البروكر اللي هتعامل معاها لو انا هتعامل من خلال شركه تسويق؟ طيب انا لو عايز اشتري محل تجاري داخل العاصمه الاداريه الجديده، ايه المواصفات اللي لازم ان انا اراعيها؟ ازاي اختار الشارع؟ ازاي اختار المكان؟
طبعا دي حاجات واسئله مهمه جدا هنجاوب عنها من خلال فقره مهمه جدا في حلقه النهارده. الفقره اللي بعد كده هيكون معانا نموذج لشاب وشابه مش مجرد انهم يعني اسسوا شركه للتصميمات والديكور فقط، لا، دول رحله نجاح وقصه حب كبيره جدا. من فتره اعدادي اتجوزوا، كان اول مشروع ليهم شقتهم، وبعدين اسسوا شركه الديكور والتصميمات الداخليه الخاصه بيهم وكانوا نموذج ناجح جدا. هنتعرف على قصتهم وهنشوف الاعمال اللي قامت بيها شركتهم، وبعدين مقدمين مفاجاه جدا جميله جدا لاول 10 متصلين. بعد الفقره هيبقى فيه خصم بنسبه كبيره. اللقطات اللي احنا شايفينها في مكان من اجمل اماكن العاصمه الاداريه الجديده. انا بس كل ما بقدم مشروع جديد من المشروعات القوميه بتذكر جملة قالها لي مهندس وأنا بصور في بحيرة مريوط، تطوير بحيرة مريوط. قال لي مهندس، على ما أتذكر اسمه كان اسمه المهندس محمد عصام، قال لي إحنا وقفنا فوق الكوبري وتحتنا البحيرة وهي لسه في الأول خالص ومليانة بقى بوص وهيش ومخلفات. قعدنا نبص من فوق الكوبري، قلنا طبعا ما كانش فيه مياه خالص، ما كانوش شايفين أي مساحة من المياه، هل ممكن ان احنا نشيل المخلفات دي ونشوف الميه في يوم من الايام؟ ده شيء مستحيل. الجمله دي قالها في البدايه، بعدها بكام شهر ظهرت المساحات الكبيره جدا من المياه. ده خلاني اتاكد ان مفيش حاجه مستحيله. نفس الجمله تقريبا بس بعبارات مختلفه قالها المهندس عمرو واحنا بنتكلم عن الحدائق المركزيه في العاصمه الاداريه، قال برضو التربه غير صالحه تماما، فيها عدد كبير جدا من المخلفات، هل ممكن ان التربه دي تتحول ونحاول اصلاحها ان هي تبقى مساحات خضراء؟ نهر من المساحات الخضراء، ده كان شيء بالنسبه لهم مستحيل، وفي النهايه تم تحقيق المستحيل. فقره جميله جدا في النهر الاخضر بالعاصمه الاداريه الجديده، نهر من المساحات الخضراء، هنشوفها ونزورها في فقره مهمه جدا من حلقه النهارده. طيب نشوف الفيديو اللي احنا هنشوفه لقطه من الفقرة اللي احنا هنشوفها في أول فقرة من فقرات حلقة النهاردة، بس نسمع الشيخ الطيب ده بيقول ايه. نسمع وارجع لكم تاني. لا، ما الحاجة ما عادش ليها حاجة هنا خالص. ليها تقريبا 5 متر كده. لا مش دي، ده ديت بتاع ابنه، هي احنا بننام فوق السطح بقى، ما عادش عندنا مكان، ما مش عارفين هنعمل ايه. انت بتتكلم بجد؟ اه والله. يعني انت والحاجة بتناموا فوق سطوح؟ بننام فوق السطح، عندنا بتاع الريشة كده خشب وبننام فيها في الحر وخلاص، يجري علينا الفيران بقى يجري زي ما يجري. زي ما سمعنا كده هو بيقول انا بقيت انام على السطوح انا ومراتي، لان الشقة كلها فضيتها علشان انفذ فكرتي ومشروعي، وسبت مساحة متر في مترين علشان ينام فيهم ابني جمال، وانا والمدام بقينا ننام فوق السطوح. الشقة كلها على بعضها 60 متر، 60 متر فرغ الشقة فضاها علشان يعمل مشروعه. مشروعه تحفة، حاجة استثنائية، فكرة برة صندوق، ممكن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، هنتعرف عليها. بس أنا متأكدة وإحنا بنشوف الفقرة كلنا مع بعض دلوقتي في عشرات من علامات الاستفهام أنتم هتسألوها لنفسكم وأنتم بتشوفوها، وأنا هسألها معاكم لأني ما عنديش إجابات عليها. نشوف ونسمع. اتعلمتها مع نفسها، ما كنت انا عامل تلفيهرس بقى، بس الكتاب ده لا، ما الحاجه ما عادش ليها حاجه هنا خالص. طلبوا مني طلب ما عرفتش انفذه، بس قلت لهم هاتوا لي موسوعه جينيس، وانا اقول لهم طالع من تحت ايديكم. ده يمكن غير القران، القران موجود، اما دي حاجات انت عايز تجمعها، كل واحده نسخه مني بتاخد 3 سنين. يطلع مثلا يجي 500 ورقه. فكره استثنائيه وتحفه نادره، صاحبها تقريبا قضى كل عمره علشان يحققها وصرف كل فلوسه علشان ينفذها ويشوفها قدام عينه. تعالوا نشوف الفكرة والتحفة اللي مش موجودة إلا جوه البيت ده، تعالوا نشوف مع بعض. ده بيت ولا متحف؟ لا، ده في الحقيقة بيت مبني في سنة 74، بس أنا قلبت الشقة اللي أنا ملكها إلى متحف. هي الشقة دي الخاصة بي يعني، بس مساحتها قد ايه الشقة دي؟ مساحتها بتطلع عليها مثلا 60 متر. 60 متر عبارة عن أوضة، اثنين، صالة، ثلاث أوض. ثلاث أوض وصالة صغيرة كده البسيطة دي. كانت بيت. هو بيت بتاع العائلة. بس دلوقتي بقت ايه بقى؟ دلوقتي بقى متحف، أنا قلبته إلى متحف. يعني
شايفه اي حاجه اثار للبيت الا يا دوبك الحمام. لا خلاص ما فيش غير يعني الحمام بس اللي موجود اللي هو المطبخ عمايل كوبايه الشاي وخلاص. ما بتاكلوا ازاي؟ ما هو الحياه اتلخبطت بس احنا حياتنا هي كده لان احنا اخترنا الصعب لان السهل ما بيوصلش لاي شيء. فاحنا قلنا ايه يعني احنا عايزين يعني نقدم نموذج مش لمصر لا لكل العالم ان الانسان اذا ما تعلمش ممكن جدا يتعلم ليه لا. بس نشوف بقى علشان توصل الرساله المهمه دي للناس انت عملت ايه. دي الصاله الرسوم الزخرفيه اللي على الحيطان دي والجدران انت اللي عاملها. الرسوم ديت هي معموله بالزيت يعني ممكن ناس كتير تفكر ان هو ورق حائط لكن هو معموله زيت وعندي معموله من زمان جدا. انا ممكن رسمها انا اللي رسمها يعني قد ايه كده من حوالي تطلع لها يعني مثلا دخلت في 15 سنه الرسومات دي. ماشي بس الوان الزيت دي وبقالها 15 سنه معناها ان هي الوان زيت مش اي الوان دي غاليه. ما هو الوان زيت طبيعيه هي الوان زيت طبيعيه بس هي بتيجي في الحرفه نفسها اللي بيشتغل الشغل نفسه. كلفتك قد ايه؟ ده كل جدران البيت تقريبا ما فيش الا الحته دي والاوضه بس اللي هي الخاصه بالحاجه يعني هنشوفها بعد شويه اوضه واحده بس مش. لا ما الحاجه ما عادش ليها حاجه هنا خالص. لا ليها تقريبا 5 متر كده. لا مش دي ده ديت بتاع ابنها هي ما عادش لها مكان. حاجه مالهاش مكان؟ لا ما عادش لها. قلت عليك يا حاج ما هتبقى اعمل ايه؟ ما هي لازم تتحمل الصعوبات. لان اللي يعني اي واحده بتتجوز هم بيقولوا حتى في الحكمه وراء كل رجل عظيم امراه. لو ما كانش فيه مراه لو كانت النساء كمثلهن لفضلت النساء على الرجال وما التانيس لاسم الشمس عيبا وما التذكير فخرا للهلال. المراه هي اللي بت ايه يعني اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. قال الراجل قال المراه الام. انت عرفت الكلام ده ازاي؟ بقى انا عارفه ان انت طلعت من 5 ابتدائي. انا مثقف نفسي في كل المجالات يعني ما 45 سنه ما عندي كتب مش موجوده عند اي حد نهائي بالاف الجنيهات. هعمل مكتبه عمي هعمل مكتبه عمي. انا عندي دكان بره يعني قافله محل ملابس يعني من كتر العمل لما خدني بطلت كل شيء فانا قفلت الدكان كمان يعني ضغط عليا. هي ضغط عليا في كل شيء. فيز الفكره اللي احنا هنشوفها دلوقتي خلتك تسيب شغل حتى كل شيء. سبت كل شيء وضحيت بكل شيء. انا عايز اعرف بس المصاريف دي يعني بس مجرد الحيطان دي المصاريف ديت هو ربنا بيسهل لي ما تعرفيش منين بقى مش من حد برضه عشان ما حدش يدمغه ما حدش ساعدني نهائي وما فيش اعانات ولا نهائي لا راجل اعمال ولا راجل. تجيب فلوس منين؟ بالبركه طبعا يعني بالبركه اكيد ونعم بالله بس نعرف ليك مصدر دخل. لا 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 والله البركه ثم البركه ثم البركه. ما تساليش بقى هو انا بقبض 1000 جنيه ال 1000 جنيه دي تساوي 10000. ما تسالوش بقى. طب احنا عايزين نعرف بس المشاهد يعرف انت بتعمل ايه. هي حاجه من فوق هي حاجه. انت بتشتغل في ايه؟ انت بتشتغل في ايه؟ فاعظم شيء في كلام الله. اتعلمتها امتى وفين؟ اتعلمتها مع نفسي. محدش علمها لك؟ نهائي محدش. انا متعلمش على ايد حد حاجه نهائي. ودي اللي هتجن الناس. انا متعلم بس ديت كلفتني. بقول لاي واحد بلاش تعمل كده. الكتب بقى دي كلها انا تقريبا عندك كام كتاب؟ ما اعرفش انا عندي كتب مخزنها في كراتين لان ما عادش عندي مكان. ما عدتش اعرف انا تقريبا. قول لي كده عندك كام؟ يعني عندي مثلا يطلع 500 كتاب. فيهم كتب نادرة؟ لا ده حاجات قيمة جدا كلها حاجات انا بنقيها. مش اغلى كتاب انت اشتريته كان بكام؟ لا مجموعات مثلا بيتعدي الالف. وانت دخلك 1000 جنيه في الشهر؟ كان في واحد ماسك مكتبة المحلة اللي عند الاستاذ ابراهيم كان بيبقى يعني انا اخد وهو يسدد وانا اسدد بالقسط. الراجل ده خدمني كتير. طب كنت بتاكل مراتك وابنك منين؟ والله احنا مبسوطين اخر انبساط في الدنيا لان احنا نايمين في وسط القران. طالما انت مقتنع بفكره انت هتصرف عليها بالفلوس بالمجهود. انا كنت بسافر. انا سافرت العراق وسافرت ليبيا وسافرت بتشتغل؟ والفلوس دي كلها كله راح هنا. راح في اللي احنا في اللي احنا نعمل اجدع بيت. بس هو اللي حصل حتى هما بيلوموني اللي معايا بيلوموني دلوقتي. مين اللي معايا؟ اللي معايا مراتي وابني. يعني بيلوموك؟ واولادي البنات الاثنين بس متجوزين. بيلوموك؟ بيلوموني. ايوه امال ايه؟ امال ايه؟ كنت عملت لنا بيت، كنت عملت لنا شايف ما الحكايه؟ ما هو دي اعمال حاجات دنيويه بتاع الانسان معروف. ولكن انا بقول لهم حاجه اسكتهم بيها. شايفين الشقه الجميله الصغيره اللي ما ممكن ما حد يقول لك ما تساويش اي حاجه دي موجوده في كل انحاء العالم واللي عنده قصر مش موجود واقف قدامه عربيات. يبقى انتوا لسه عايزين حاجه. انا عايزه بقى ادخل على التحفه النادره اللي انا اول مره اشوفها في حياتي صراحه.
المصحف ده صعب جدا، ده هو بالذات، لان المصحف ده انا حبيت اعمل فيه فكره يعني ما تنفعش بس لابد تنفع ان شاء الله، ربنا هيوفق. انني عامل كل سطر في بنوه لوحده، انك تشتغل زخرفه جوه المصحف اللي مكتوب دي عمليه صعبه، لان ممكن يطوص منك المصحف. كل سطر في ايه؟ في بنوه لوحده. ما هو كده مقسوم، هو مصحف، المصحف مقسوم كل سطر عامل له بنوه لوحده اسمه على طول 1000 و1100 متر بنفس لا مره ثانيه بقى، يعني طول المصحف اللي حضرتك عامله هنا 1100 متر. ده ورق بس، هو المصحف ده متاخد مشمع من الضهر، وده عمليه صعبه جدا 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 جدا. والخط ده خطك انت؟ الخط ده خط ان شاء الله، ده اخر مرحله بقى وصلت لها. حتى هم بيسالوني اقول لهم يا جماعه انا مش خطاط، عشان برضه ما تاخدوش في دماغ، انا مش خطاط، انا راجل هاوي وطالع من 5 ابتدائي. اه، واللي يقول انا علمت الراجل ده حاجه خلوه يظهر يقول انا علمته حاجه. بس رحت بعت الموسوعه جينز الشهاده، بس طلبوا مني طلب ما عرفتش انفذه. هو قالوا لي الاصل ان احنا نجي لك نشوف الحدث، مش انت تشيع لنا اشياء. هات لنا جواب يقول ان المصحف ده كامل 30 جزء، جبت لهم جواب. هات لي جواب من المساحه، المساحه ما رضتش تديني. طب ما تيجوا تشوفوا يا جماعه. حتى الراجل اللي هو بتاع قص الثقافه قلت له اديني الجواب، قول ان ده مخطوط بالايد بس عشان تفرق، لان ممكن يكون في مصحف يعملوه بالاله. اعتقد برضو محتاج مراجعه من حيث التشكيل، من حيث الكتابه، حد لازم يكون اعتقد من الازهر ان هو يراجع براحته. ما فيش مشكله انا بالنسبه لي ما فيش مشكله. خد منك 3 سنين كتابه؟ كل واحده نسخه مني بتاخد 3 سنين، كل نسخه. انت عملت كام نسخه؟ عامل دلوقتي 1 2 3 4 5 يعني 6. يعني قضيتها عشان عنده اكبر كتاب للازهر وتاريخ القاهره بالشيوخ الازهر كلهم بالمعلومه والصوره. انت اللي كاتبه؟ وجمعه كده. طب انت جايب المعلومات منين؟ قريت كل اي وثائق. انا عندي حاجات شريعه، وثائق وحاجات قديمه بالاف الجنيهات، ولا كنت بعبر الفلوس، برميها رامي في الحكايه دي بالذات. واحد كان يقول لي هات لي نص بنطلون، والله كنت راح اشتري ورقه واقول له بكره لاحسن لي ما لقيتش. انت بيتك ما فيهوش ثلاجه ولا بوتاجاز؟ ما هو قدامكم ما فيش. حقيقي مش انا بجدي، انا حقيقي انا شايفه ما فيش ثلاجه. انا عايشتهم على الوضع اللي لازم تقبله كده، لازم تقبلوا الشخص اللي معاكوا ده مش شخص عادي، لازم تقبلوا كده. انا ناوي انجح. اتعلمتها مع نفسي، ما كنت انا عامل تلفيهرز بقى، بس الكتاب ده لا ما الحاجه ما عادش ليها حاجه هنا خالص. طلبوا مني طلب ما عرفتش انفذه، بس قلت لهم هاتوا لي موسوعه جينيس، وانا اقول لهم طالع من تحت ايديكم. ده يمكن غير القران، القران موجود، اما دي حاجات انت عايز تجمعها. كل واحده نسخه مني بتاخد 3 سنين. يطلع مثلا يجي 500 ورقه. عرفتوا السبب اللي علشانه بقى ينام فوق السطوح ويسيب الشقة؟ يعني طبعا كل الشكر والتحية والتقدير، لأنه عمل مجهود كبير جدا وبذل عناء كبير جدا وصرف مصاريف كبيرة. كل الشكر والتحية والتقدير ليه، وإن شاء الله يعني مشروعه يرى النور قريبا بإذن الله. بس أعتقد زي ما قلت له الأهم من الطول أو الحجم أو المهم إن احنا يعني نعمل بكلام القرآن الكريم. الفقرة زي ما أنا قلت لكم في المقدمة، الفقرة جاية فقرة مهمة جدا في مكان من أجمل أماكن العاصمة الإدارية الجديدة. سمعته بره لما تسافر بره في دول عربية أو أجنبية، بيقولوا أنتوا عمرتوا الصحراء، أنتوا زرعتوا الصحراء. تعالوا نشوف العاصمة الإدارية بقت عاملة إزاي في منطقة من أهم المناطق، منطقة الحدائق المركزية. نشوف مع بعض. النهر الأخضر أكبر منطقة ترفيهية استثمارية، نهر من المساحات الخضراء على مساحة 8000 فدان، منطقة الحدائق المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، نقلة حضارية وثقافية واقتصادية ومجتمعية غير مسبوقة، يجب أن ترى وتشاهد على أرض الواقع. فالسمع شيء والحقيقة شيء آخر مختلف تماماً. اللي يسمع أو يقرأ حاجة واللي يشوف بعينه حاجة تانية خالص. من 5 أو 6 سنين لما كنا بنتكلم عن العاصمة الإدارية الجديدة كنا بنتكلم عنها على إنها حلم بعيد المنال، مش ممكن يتحقق أو صعب، مجرد رسومات على الورق.
دلوقتي احنا موجودين وشايفين كل الحجم ده من الانجاز، الاحياء السكنيه والابراج العاليه والبرج الايقوني اللي طوله اكتر من 385 متر، شايفين منطقه الحدائق المركزيه ومنطقه الاعمال المركزيه، وشايفين مسجد الفتاح العليم ومسجد الشهداء ومراحل كبيره جدا من الانجاز خلال 5 سنين. النهارده 27/7/2020، احفظوا التاريخ ده كويس، لان احنا لو كان في العمر بقيه ان شاء الله ونيجي السنه الجايه 27/7/2021، الرمله اللي احنا واقفين عليها دلوقتي دي مش هتبقى رمله، هتبقى مساحات خضراء، المكان كله هيتغير، احنا هنغير التاريخ ان شاء الله. زياره سريعه للعاصمه الاداريه الجديده ونشوف مدى تطور والانجاز في هذه المنطقه بالذات، منطقه الحدائق المركزيه. تعالوا نشوف مع بعض. احنا هنا فين بالظبط يا باشمهندس؟ احنا حاليا واقفين في منتصف مشروع الحدائق المركزيه للعاصمه الاداريه الجديده، والمتعارف عليه باسم النهر الاخضر. النهر الاخضر بالظبط يا فندم. والحدائق المركزيه هو زي ما حضرتك شايفه كده، احنا واقفين في منتصف مشروع بالظبط. دي على ما فهمت ان هي ساحه الاحتفالات، المفروض ان هي هتكون بقى ساحه الاحتفال. احنا واقفين في قطاع من المشروع فعلا حوالي 120 فدان تقريبا، اللي زي ما حضرتك شايفه كده دي ساحه الاحتفالات، بيبقى حوالي 30 فدان فيها زي ما حضرتك شايفه مدرجات للساده الزوار للمشروع الحدائق المركزيه، وفي برضه جزء له علاقه بالاحتفالات، مسطح اخضر كبير بشكل كبير جدا على يمينه وشماله، ومحيط بيه انشطه كتير زي كافيتريات، مطاعم، دور سينما، دور عرض موجوده. النهر الاخضر جاي على اساس ان طبعا نهر من المساحات الخضراء اللي موجوده في هذا المكان. هو بالظبط يا فندم، هو بيحاكي انه ماشي في وسط العاصمه، بيقسمها بالظبط نصين وبيمتد على مدار قطاع تصميم العاصمه بالكامل، وطبعا هو علشان بيحافظ على المعايير العالميه في تخطيط العاصمه، اللي هي كانت ان كل مواطن يبقى له حق ان يبقى فيه مساحه خضراء حوالي 15 متر مسطح. فده كان فكره المشروع، انه يبقى يتوسط الاحياء السكنيه والاداريه اللي في المدينه بالكامل، يستفيد منه كل سكان المدينه ويتمتعوا بالمنظر الاخضر اللي فيه والانشطه اللي موجوده على جانبين المشروع. زي ما حضرتك شايف احنا واقفين في مركز المشروع، بيبدا من الدائري الاوسطي مسجد الفتاحين، ده بدايه المشروع الغربيه. بدايه المشروع الشرقيه بتبدا من عند منطقه مركزيه الاعمال السي بي دي سنترال بزنس ديستريكت، ودي مسافه حوالي كيلو زي ما قلت لحضرتك، والمساحه اللي شغالين فيها حاليا حوالي 1000 فدان تقريبا. بقى نتوقف على جزئية دي، طبعا زي ما حضرتك اشرت سي بي دي او منطقه الاعمال المركزيه، واحنا شايفين برج عالي جدا في المنتصف، ده يعتبر اعلى برج في منطقه في افريقيا مثلا. ده بالظبط يا فندم، هو ده دلوقتي البرج الايقوني في العاصمه الاداريه الجديده، وده احنا وصلنا ارتفاعه دلوقتي حوالي يمكن 210 متر، وان شاء الله هيوصل ارتفاعه 385 متر. دي هتبقى منطقه الاعمال المركزيه اللي هيبقى فيها مجموعه الابراج ومنها البرج الايقوني، وفيها طبعا وحدات تجاريه واداريه وسكنيه. بالظبط يا فندم، فيها كل وحدات متنوعه، وهيكون فيها كمان انشطه فندقيه، فيها فنادق يعني بمستويات مختلفه، ده بالاضافه طبعا للجزء السكني اللي هيبقى طبعا استخداماته هيبقى سكني، في استخدامات اداريه موجوده، الابراج متقسمه طبقا للانشطه، والبرج الايقوني طبعا هيبقى اطلاله، طبعا زي ما حضرتك شايفه اطلاله، كل برج ايقوني بيطل على النهر الاخضر لحد الفتاح عليه. في كميه انشاءات، وفي طبعا اشجار مثمره ونخيل، يعني هنا منطقه من الاشجار المثمره، ممكن نتعرف برضو على عدد الاشجار في المنطقه دي. الحقيقه المشروع بتاعنا بس النهر الاخضر او يعني الحدائق المركزيه بيحتوي على 90,000 شجره. 90,000 شجره، منهم 9,000 نخله مثمره، بالاضافه طبعا لاشجار مثمره اخرى موجوده على متصممه طبعا في المشروع طبقا للتنوع البيئي اللي موجود واحتراما للطبيعه البيئيه اللي موجوده الصحراويه اللي احنا فيها. المشروع متصمم انه ان شاء الله بعد 5 سنين يكون في اكتفاء ذاتي من المياه. البدايه هنبدا بميه صرف معالجه ثلاثيه متقدمه جدا هنستخدمها في الزراعات، وبنتكلم في حوالي 20,000 متر مكعب في اليوم للزراعات المشروع بالكامل. ومصمم في شبكه ذكيه تحت الارض جراوند سيرفيس، يعني اريجيشن جراوند سيرفيس، موجوده بتاخد الميه بتاعت الزراعات اللي بنزرويها كل يوم وتنزل في شبكه صرف تصريف، تنزل تتجمع في خزانات وتنزل على البحيرات الصناعيه اللي موجوده، ونستخدمها تاني في الزراعه اليوم اللي بعده. فبالتالي انا هفضل فتره كبيره جدا مكتفي، مش هستخدم كمان الميه دي، بس ان شاء الله بعد ما كميه الزراعات تكتمل باذن الله. طبعا العاصمة الإدارية الجديدة من المدن الذكية المهمة في شرق الأوسط، الإنجاز التعبير وإذا كان التعبير دقيق، العمارة اللي موجودة هنا والإجراءات الاحترازية اللي بيتم اتخاذها أثناء
مرحله البناء والتشييد وبيتم اتخاذها مع كل العماله اللي موجوده هنا؟ ممكن نلقي الضوء عليها لو سمحت يا باشمهندس. احنا يعني في توفير فرص عمل في المدينه حوالي 1,000,000 فرصه عمل تقريبا، والعماله طبعا حضرتك هتشوف في نفسهم شغالين، خلاص عرفوا الاجراءات بتتم ازاي كل يوم، خلاص في محاضرات توعيه اتعملت ازاي يحافظ على حمايته الشخصيه، ازاي يستخدم الكمامه والمعدات السيفتي بتاعته. فطبعا الحمد لله ده ما اثرش على الشغل كتير بشكل كبير قوي، الحمد لله احنا مكملين باذن الله. بس خليني بقى هنا في معلومه استوقفتني وحضرتك بتتكلم، يعني عايزه اكد على ان احنا دلوقتي مثلا بنشتغل في 40,000 فدان من مساحه العاصمه الاداريه الكليه اللي هي 170,000 فدان، وفرت فرص عمل 1,000,000 فرصه عمل، دي نقطه مهمه جدا يعني. دي بالظبط فعلا بنتكلم كمان على فرص العمل المباشره بالاضافه لفرص العمل الغير مباشره اللي هي الصناعات المغذيه، في مصانع خامات ومعدات شغاله بجانب المشروعات القوميه. العاصمه والعالمين من اكبر المدن الموجوده والمنصوره الجديده، بنتكلم في 14 مدينه جديده شغاله على مستوى الجمهوريه. برضه من الحاجات اللي لفتت نظري اللي هي اللي ده برج حديد على ما اعتقد، البرج اللي شغالين فيه ده برج مراقبه. طبعا الحاجات دي منطقه احتفالات 30 فدان، فهيبقى فيها مثلا على الاقل 10,000 انسان واقف في مكان واحد لما يكون في حفله زائر موجود، فطبيعي جدا يمكن يحصل لا قدر الله مثلا حاله اغماء اي حاجه، فده برج مراقبه للمكان لتامين الزوار المكان. بالاضافه لكده المشروع نفسه هو بينقسم لاكبر لثمان حدائق كبيره، وبعد كده في حدائق للاطفال ولممارسه الفنون، وفي داون تاون في عندنا حديقه برضو في بحيره كبيره حوالي بنتكلم في 10 فدان، بحيره مسطح مائي كبير. في عندنا برضو زي حديقه الفراشات فيها نباتات جاذبه للفراشات، تبقى منظر ممتع جدا لزوار المكان، فيها شجر كثيف الظلال موجود في المكان دوت. كل الخدمات والاماكن الترفيهيه دي مفتوحه للجمهور بشكل عام للعامه ولا فقط لقاطني العاصمه الاداريه الجديد؟ مفتوح للعامه يا فندم، وده كان من الفكره التصميميه للمشروع انه يتوسط المدينه عشان يستفيد منه القاطنين في المدينه ويستفيد منه كمان القادمين والزائرين للمدينه. في انترنت بالكامل على مسار المشروع، لو قدر في اي مكان يقدر يبعت اللوكيشن بتاعه لاي مكان، في لافتات ارشاديه لو تاه في اي مكان يقدر يوصل للمكان اللي هو فيه، يعرف هو مكانه فين، اقرب بوابه فين، كل ده موجود بالكمبيوتر معمول له خطه في التصميم، وبياخدها بعد كده خطه التشغيل نفسها، في خطه تشغيل سواء للتشغيل الحديقه بالكامل يعني كمهمات وكشبكات وكهرباء واتصالات وميه خلافه، وسواء كتشغيل وضمان استدامه ان المواطن يبقى مستمتع بالمكان اللي هو موجود فيه. احنا دلوقتي فين بالظبط من مشروع الحدائق المائيه؟ القطاع الثاني CP02 في منطقه، ثلاث مناطق هي مقسومه المشروع حضرتك، في الداون تاون. داون تاون المفروض ان هي دي هتبقى مساحات خضراء والتقسيم خضراء. دي كلها مساحات خضراء كلها مع شجر، وعندنا هنا المشايه اللي عندنا 15 متر هتبقى ما بين المشي والسيارات الذكيه والعجل والجري فيها، وعندنا هنا البوابات الرئيسيه هتيجي بعد كده هي بوابات الدخول. يعني عدد الشركات المشاركه في تنفيذ المشروع قد ايه يا باشمهندس؟ احنا عندنا اكبر 7 شركات وطنيه في مصر شغاله هنا في المشروع، مفروضين على المشروع كله حضرتك. وشركه استشاريه واحده؟ شركة دار الهندسة هي مسؤولة عن التصميم وإدارة المشروع والإشراف. تصميم المشروع، تصميم مشروع كبير زي ده خد وقت قد ايه؟ يعني انا عرفت برضو من المهندس عمرو ان التصميم مر باكثر من مرحله ويتنفذ ويتعمل التصميم وبعدين يجي يعمل اختبارات يلاقي ان التصميم مش مناسب يعاد مره اخرى، مرحله التصميم دي خدت وقت قد ايه او فتره زمنيه؟ خدت في الوقت حضرتك كله على بعضه سنه ونص، لان طبيعه الارض كانت صعبه جدا، فكل ما ناخد عينه بنضطر نعمل ديزاين جديد، نعلق او نقطه بالارض الطبيعيه عشان نقدر نواجب مع هذا المشروع السبيشال اللي موجود في مصر اللي اتنفذش تقريبا في مصر في حجمه. ما تم تنفيذه او ما تم انجازه من الخطوات التنفيذيه في هذا المشروع قد ايه؟ نقدر نقول عليه قد ايه؟ يعني نقدر نقول حضرتك تم تنفيذه حوالي 20% تقريبا. في اسئله كتيره بنسالها لنفسنا واحنا بنشطب اي شقه وبنتكلم عن اللمسات الديكور اللي ممكن تكون موجوده فيها، سواء كنا بنتكلم عن شقه او عن مكتب او اي وحده اداريه او تجاريه. الفقره اللي احنا هنشوفها دلوقتي هنجاوب فيها على كل الاسئله اللي ممكن تيجي في اذهاننا بخصوص الديكور مع شركه لشاب وشابه يعني نموذج ناجح جدا، شركه تصميمات داخليه وديكور. هنشوف اجابات الاسئله ايه وهنتعرف على قصه نجاحهم من خلال هذه الفقره. نسمع ونشوف مع بعض. طبعا انا هسال عن نشاطكم ومشروعكم والشركه وكل المشروعات اللي انتوا قمتوا بيها، بس في البدايه انا عندي فضول اعلامي، يعني انا عايزه اعرف قصتكم على المستوى الانساني. في البدايه عرفتوا بعض ازاي؟ فكرتوا ازاي انكم تعملوا شركه مع بعض
من الواضح ان سنكم صغير، يعني مش كبار في السن. ممكن نبتدي بحضرتك. احنا كنا في الجامعه مع بعض لا، ما قبل الجامعه. يعني انا اتكلمت شويه، دردشت برضو مع الاستاذه شو. تمام. احنا كنا يعني جرين الاول، وبعد كده وتعرفنا على بعض عن طريق جرين وكده، وبعد كده انا كنت برضو انا دخلت الجامعه قبلها، وهي بعد كده دخلت في نفس الجامعه يعني. وتخرجنا، اول حاجه ابتدينا بيها شقه عندنا. لا هنتكلم على الشغل، بس برضو اسال بقى الاستاذه شو، ممكن تكون هي تقدر تديني التفاصيل اللي انا عايزه اسال عليها. يعني انتوا قررتوا خدتوا قراركم الاول انكم تكونوا مع بعض، انكم يعني ترتبطوا ببعض وتتجوزوا؟ فقلتيلي من بدري قوي انتوا خدتوا القرار ده. صح. بعدا عن الشغل، يعني احنا من زمان يعني قصه حب عنيفه زي ما بيقولوا. الحمد لله ان شاء الله تستمر. ان شاء الله. بس وبعدين بقى لقينا كمان دماغنا وميولنا نفس نعرف نفس التفكير، نفس الميول، مثلا غاويين ديكور وانتيريورز وحاجات كده. فقلنا بقى نبتدي مع بعض كمان بزنس، يعني ليه لا، واحنا حتى واحنا في الجامعه. يعني بداتم الشغل بتاعكم من الجامعه، ما استنيتوش لغايه ما تتخرجوا، يعني قلتوا لا انا نبتدي النشاط الخاص بينا وانتوا في الجامعه. انا عارفه ان كل واحد فيكم ليه والد، طبعا والده ربنا يديهم طول العمر والصحه، وكانوا ممكن يساعدوكم ماديا. انتوا اعتمدتوا على نفسكم بدرجه 100%، بداتم من الصفر صح؟ بس طبعا هم يعني اكيد يعني الاب والام والاهل يعني سبب معنوي. اكيد دعم معنوي. الاهل طبعا ساعدونا وكده، بس كماديا لا بصراحه. يعني احنا يعني دي فكره مهمه جدا ان احنا نركز عليها، لان في كتير من الشباب يعني بيحسبوا ان موضوع انك تفكر في مشروع خاص بيك او مستقل من بدري او من الجامعه او بمجرد التخرج، دي فكره بعيده المنال او ان هي صعب انها تتحقق. لكن انتوا اثبتوا ان هي ممكن تتحقق بمجهود فردي من غير مساعده ماديه من الاخرين. استوقفتني جمله حضرتك كنت بتتكلم فيها باشمهندس، بتقول ان البدايه كانت شقتكم. تمام. ازاي بقى؟ دي كانت اول حاجه قلنا نبتدي ننفذ اللي احنا اتعلمناه فيها. عملتوا شقه جوازكم من الدراسات اللي انتوا خدتوها بقى، او من الكتب اللي انتوا درستوها في تمام. لان بس كمان الناحيه العمليه بتبقى غير الناحيه النظريه. ف بقى لكم قد ايه متجوزين؟ بقالنا 2017، سنتين ونص. طب بصراحه بقى يا باشمهندس، دلوقتي لما بتشوفي الشقه بتحسي انكم غلطتوا؟ انه كنت لو رجع بيكم الزمن مره تانية وحاولتي انك انت تصممي الشقه هتغيري شويه في التصميم؟ حاجات بسيطه قوي يعني. مثلا ومش اللي هي حاجات، يعني حاجات ممكن تتغير، مثلا لون الفوتيه مثلا. حاجات ممكن بسيطه، مش عارفه يعني، حاجات ممكن تتغير. لكن الاساسيات، لكن الاساسيات لا خالص. يعني كما كهرباء بقى وسباكه والحاجات اللي بتبقى في الحيطه دي لا، ولا اي حاجه. عمر الشركه قد ايه دلوقتي؟ ثلاث سنين. عملتوا قد ايه من مشروعات يا باشمهندس في ثلاث سنين؟ عملنا الحمد لله مشروعات في الساحل الشمالي. وفي جراند ريزورت، وعملنا في مشروعات في الشيخ زايد، وخدنا مشروعات في التجمع وفي الصحراوي، وكمان الحمد لله يعني خدنا حاجات متنوعه، يعني في فيلل، في شقق صغيره، في شقق سكنيه، ومكاتب اداريه، عيادات. تصميم كل حاجه بتختلف، يعني طبعا الشقه السكنيه بيبقى لها قواعد وضوابط مختلفه عن المحلات، المكاتب الاداريه صح؟ كل حاجه. طبعا. والفيلل مثلا بيبقى فيه برضو لو احتاج بسين، لو احتاج اي حاجه بيبقى ليهم مواصفات خاصه. ده معناه ان كل عميل برضو باشمهندسه ليه فكره، ليه ذوقه، ليه طريقه تفكيره. بتقعدوا مع العملاء قبل ما تقرروا وتختاروا خلاص التصميم النهائي للوحده ايا كان، يعني وحده سكنيه او تجاريه؟ اكيد. بنقعد طبعا مع الكلاينت الاول نشوف حتى دماغه فيها ايه. اللي هو اي حد دلوقتي بقى الانترنت بقى مسهل الدنيا خالص. اي حد عايز يشطب شقته يخش يكتب سيرش على طول في جوجل، خلاص يطلع له ايه، صور مثلا مودرن، صور كلاسيك. فبنعرف دماغ الكلاينت رايحة لفين. نعمل برين ستورمينج مع بعض، نفكر نعمل له مود بورد، نشوف مثلا الوان غير الوان الهادية، لا بيحب الوان مطرقعة، ديزاينز نفسها، الاضاءات بتحب اضاءات قوية، اضاءات هادية، تفصيلات بقى كده في الحيطان، في بيحب ايه، مثلا اخشاب، رخام. وبعدين توري له التصميم 3 دي في الاول طبعاً، علشان اذا كان موافق عليه. ده في حق يعني، مثلا حيطه هنكسرها هنشيلها هنحطها، لا طبعا ده كله بنعمله الاول 3 دي. ده كمان الكوست بتاعته بتبقى اهدى شويه من لما ايه حد يبتدي يخش ويكسر ويتفاجئ يقول ايه ده، يا ريتني مكسرت، يقوم باني تاني. تمام. الشركه يا باشمهندس يعني تصميمات داخليه وواجهات اللي هي خارجيه،
وممكن برضو أثاث مثلا يعني، ولا بس مجرد التصميم الداخلي والخارجي؟ لا احنا الحمد لله بناخد الانتريور والاكستريور، ولو العميل حب برضو الاساس الحمد لله احنا واخدين خط انتاج في مصنع. في عملاء ساعات بتيجي مثلا بتبقى عايز تعمل مثلا سفره او عايز تعمل حاجه في الفرنتشر، بدل ما هي مثلا الكوست بتاعها غالي جدا، لا انا بقدر انفذ مثلا كوست اقل بكوست اقل بكوست اقل بكتير، وممكن ورش خاصه بيكم بالشركه عندكم. ممتاز. وطبعا وغير ان احنا كمان عندنا ديزاين لوحده، يعني ديزاين برضو للفرنتشر يعني. يعني ممكن حاجه حتى لو هو ما شافهاش يقول لنا، يعني احنا نقدر نعمله ديزاين ونقدر ننفذه له وبرضه باقل التكاليف يعني من الطوب الاحمر للمفتاح. احنا بنقعد مع الكلاينت ونعمل برين ستورمنج مع بعض. فطبعا لما يبقى في حد، الناس طبعا السن الفئه العمريه بتختلف، لما مثلا حد كبير بيبقى عايز ستايل معين، دماغه معينه، طريقه معينه كده، لكن مثلا الشباب وكده بقى عارفه تفكيرنا بقى مع بعض، دماغنا واحده، سكتنا في التفكير واحده. بيبقى محتاج واحد في سنه كده علشان يقدر يقول له هو بيفكر في ايه وعايز ايه بالظبط يعني. طيب دلوقتي التصميمات والتنفيذ والماتيريال اللي موجوده دي اكيد بتكون تكلفتها عاليه جدا، هل انتوا بتاخدوا يعني بالظبط نسبه من التكلفه العامه للشقه، ولا بتحاسبوا ازاي بالظبط انتوا كشركه مستقله؟ طبعا احنا عندنا اصلا خصومات مع الموردين بتوعنا، الخصومات دي بوديها للعميل مش ليا، لان انا يعني احنا عاملين زي منظومه جديده كده، ان انا مش لازم امشي بنسبه مع العميل، وان انا ادق كل نقطه مهمه. يعني ايه مش بنسبه مع العميل؟ يعني المفروض اغلب يعني في اغلب الشركات بياخدوا النسبه من تكلفة الشقة ككل مثلا. لا انا خلاص انا ما بحبش، قلت خلاص مش هحدد العميل يشطب براحته، غير الخصم كمان بتاع موردينا. انا طبعا عارفة ومقدرة جدا ان انتوا من الشباب الواعدة الجميلة اللي انا حبيتهم على المستوى الشخصي قبل المستوى العملي، فانا عارفة ومقدرة جدا ان انتوا هتقدروا الشباب اللي زيكم المقبلين على الجواز واللي عايزين يعملوا شقتهم احسن حاجة، بس تكلفة مهندس الديكور ممكن تكون واقفة يعني مشكلة قصاده او عائق قصاده. ممكن تقدموا لهم هدية يعني خاصة لمشاهدي برنامج صورة مع علا شوشة، في هدية ممكن تقدموها لهم؟ مخصصين للبرنامج برنامج صورة مع الأستاذة علا، نسبة خصم 15% لكل العملاء اللي هيشرفونا بالاتصال او على الواتساب، اكيد الارقام هتظهر ليهم يعني نسبة خصم حلوة. 15% لأول 10. تمام خلاص، يعني 15% من الأول 10 متصلين من بلوك الرقم يعني من الرقم اللي هيبقى متفق عليه. خلاص 15% من نسبة الرقم المتفق عليه هيبقى فيه خصم لمشاهدي البرنامج على أي حاجة مهما كان طلباته إيه، إذا كان تصميم خارجي أو داخلي أو أثاث أي كان طلب. من التوتال اللي إحنا هنتفق عليه إن شاء الله في النسبة. خلاص إن شاء الله. بنتكلم كتير عن الانجاز اللي حاصل في العاصمه الاداريه وبنتكلم عن الاحياء السكنيه، لكن احنا محتاجين نشوف، لان اللي بيسمع حاجه واللي بيشوف حاجه تانية خالص. رحنا العاصمه الاداريه وفي حي من الاحياء السكنيه اللي تقريبا تم الانتهاء منها وتقريبا بيتم تسليم الوحدات السكنيه اللي فيها، وعملنا لقاء مهم جدا مع المهندس محمود الحسيني رئيس مجلس اداره شركه سمارت بروبرتي للتسويق، وهنتكلم فيه ازاي نختار الشركه اللي نتعامل معاها سواء كانت شركه تسويق او شركه تطوير عقاري، وازاي نختار حل لو احنا عايزين نشتريه في العاصمة الإدارية، ايه المواصفات المفروض ان احنا ناخد بالنا منها، وايه الشارع وايه مواصفات الشارع ونختاره ازاي، كل الأسئلة دي. ودي الفقرة الأخيرة من حلقة النهاردة، نشوف. مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من المشروعات القومية ومن أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة، بس علشان نتعامل معها بشكل صحيح سواء كنا مستثمرين أو عملاء يعني بشكل مستقل عايزين نشتري وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية، عشان نتعامل معها صح لازم نفهمها صح.
وعلشان نفهمها صح لازم نعتمد على شركات حجم أعمالها ومشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة يكون كبير، نثق في المعلومة اللي ممكن ناخدها من هذه الشركة علشان نقدر ناخد القرار الصح، سواء كنا مستثمرين أو مشتريين لأي وحدة أو أي نوع وحدة سكنية. النهاردة احنا معانا شركة من الشركات المهمة اللي لها حجم أعمال ومشروعات كبير جدا ويعتدي به ويعتمد عليه داخل العاصمة الإدارية الجديدة. معانا مهندس محمود الحسين، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت بروبرتي للتسويق. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا وسهلا. شركة سمارت بروبرتي من أهم الشركات اللي ليها حجم أعمال وحجم مشروعات مهم جدا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة في المولات وفي الكومباوندات. فلو احنا عايزين نتكلم دلوقتي احنا فين؟ المنطقة اللي احنا واقفين فيها بالظبط احنا فين عشان نقول للناس؟ مساء الخير يا فندم. يمكن انا كنت اتكلمت قبل كده عن حجم الانجاز الكبير اللي موجود في العاصمه الاداريه، وان الشغل على قدم وساق 24 ساعه طول اليوم عشان يتلاقي شغل تنفيذي قوي. المنطقه اللي احنا فيها دلوقتي هي منطقه المال والاعمال. احنا دلوقتي امامنا 20 برج يتوسطهم اطول برج في افريقيا على مساحه 195 فدان، مكون من 78 طابق وناطحات سحاب. فده مشروع قومي قوي جدا. دي منطقة المال والأعمال، المنطقة المركزية اللي موجودة في العاصمة الإدارية. أمامنا دلوقتي الأور 3، دي الحي السكني أور 3، الحي السكني الموجود في الأور 3، 25,000 وحدة سكنية، وبالتوازي قدامه برضو أور 2 تبع الدولة بنك الإسكان والتعمير، 25,000 وحدة سكنية. فإحنا أمام 50,000 وحدة سكنية بتبدأ من عند منطقة المال والأعمال، البرج الأيقوني، أطول برج في أفريقيا، ومكملين لغاية بقى القرية الأولمبية اللي موجودة، والحتة اللي موجودة دي اسمها محور الأمل. ده المحور اللي بيفصل ما بين الأور 2 والأور 3. بنعدي على القرية الأولمبية زي ما أنا قلت معليكي، وبكده ده مدخل من مداخل العاصمة الإدارية من طريق السويس. محور الأمل فيه أكتر من مول تيجا، صحيح؟ محور الأمل الميزة بتاعته إنه هو بيسيرف على منطقة سكنية اللي هم الأور 2 والأور 3 زي ما حضرتك شايفة، هم اتبنوا وبيتسلموا دلوقتي وبيتسلموا متشطب بالكامل. فإحنا قطاع تجاري وإداري وطبي بيخدم 50,000 وحدة سكنية، ومحور مهم جدا من مداخل العاصمة. مجموعة مولات تجارية مقدمين عروض متميزة جدا، إقساط بتوصل لعشر سنين في بالنسبة للمحلات التجارية، وبالنسبة للإعدادات الطبية أنا شايف إن هي فرصة كمان بالنسبة لو حد دكتور عايز يفتح عيادة، أنت جنب وحدات متسلمة. ويعني بأصبح إن المول أول ما يطلع على وش الأرض هو قدامه الجمهور اللي هو هيخش، سواء المول التجاري عشان يتنزه ويأكل في المطاعم والكافيهات، وفي نفس الوقت عشان يشوف الخدمات الخاصة به سواء خدمات طبية أو خدمات إدارية. فشغل متوازن وقوي جدا. يعني أنا لو عايزة أشتري أي وحدة تجارية أو إدارية فهيبقى مناسب ليا جدا أن أشتري في أي مول من المولات اللي موجودة في محور الأمل. محور الأمل من المحاور الرئيسية، وفي محاور تانية زي ما أنا قلت المعليك كده، ده شغل قوي جدا ومحترم جدا في العاصمة. بالتوازي في شغل بالنسبة للحي المالي، حي المالي سور في السور مع الوزارات اللي موجودة، 95% برضو من الوزارات زي ما حضرتك شايفة الأور 3 مبنية بالفعل دلوقتي وبتتسلم، برضو 95% من الوزارات دلوقتي اتبنت بالفعل، وجنبها منطقة الحي المالي ومنطقة الداون تاون، ودي برضو المناطق الاستثمارية. فأنا عندي في الاستثمار التجاري والإداري والطبي ثلاث مناطق رئيسيين جدا. اول منطقه هي منطقه الحي المالي، دي سور في السور مع 35 وزاره تم انشائهم بالفعل والبرلمان، وقدامي القصور الرئاسيه وعلى شمالي فندق الماس. المنطقه الثانيه هي منطقه الداون تاون، دي وسط البلد بتاعت المدينه، دي اللي هيكون فيها الاسواق الذهب، الاسواق التجاريه بالكامل، وسط البلد بالكامل كل الخدمات اللي موجوده، وموقع متميز جدا على محور محمد بن زايد. والمنطقه الثالثه اللي احنا فيها دلوقتي بدايتها البرج الايقوني، وفيها محور الامل والقريه الاولمبيه زي ما انا قلت معليكي، ومدخل من مداخل العاصمه الاداريه. فدول اهم ثلاث مناطق. يمكن انا لما باجي اتكلم مع العميل دلوقتي، كل العاصمه بالنسبه للشركات اللي موجوده هي استلمتها من سنتين ونص لثلاث سنين. الاهم بالنسبه لي هو الوقت التشغيلي، مجرد ما العميل يستلم هي الوحده بتاعته دي هتتاجر امتى؟ هل هو بعد الاستلام على طول، ولا هنتظر شهرين ثلاثه، ولا ممكن انتظر سنه؟ ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على العامل الحواليه مبني ومتعمر ولا لسه متعمرش. فانا بخاطب الحتت اللي هي متعمره من دلوقتي بالظبط. يعني طبعا هي المحلات او المولات اللي موجوده في محور الامل يعني تقريبا هي شغاله من قبل ما العميل يستلم الوحده بتاعته، لان الحي السكني تقريبا يعني تم استلام كتير او نسبه كبيره جدا من الشقق اللي موجوده. انا عايز اقول لحضرتك ان محور الامل ده محور لن يتكرر. حتى لو اتكرر منه اشباه، ولكن المواقع الرئيسيه اللي موجوده فيه مع انه مدخل رئيسي فده لن يتكرر. الميزه الثانيه ان هو قدامه مدارس انترناشونال مبنيه دلوقتي. الوحدات السكنيه دي كلها هتقضي اغراضها فين؟
فمحتاجه ايه محلات تجاريه تنزل تروح فيها، عيادات ومحلات إيه. طيب هل المساحات كلها متوفره ولا ممكن يكون محكومين في مساحات والله معين؟ فرصه دلوقتي بالنسبه للموجود من الشركات اللي موجوده، لا في مساحات بتبدا من اول 35 متر، وفي مساحات بتبدا من 40 متر، وفي مساحات صغيره لو مستثمر صغير 20 متر و25 متر. الاسعار بالنسبه للتجاري وبالنسبه هو ارضي واول، في الغالب بيبقى التجاري هو ارضي واول، ساعات بيبقى ارضي واول وثاني، وبيبقى من اول الدور الثاني لغايه الدور السابع هي بتبقى مكاتب اداريه وعيادات طبيه. ممكن بسعر متر بيبدا من اول 25000 جنيه نبدا نمتلك وحده اداريه ونقسطها على 8 سنين. يعني ممكن متاح لحد 8 سنين، متاح ل 8 سنين، وفي بعض العروض لشركات لغايه 10 سنين. طيب انا دلوقتي عايزه اطلب نصيحه من حضرتك، انا عايزه اشتري وحده سواء كان وحده سكنيه وحده تجاريه، هل اعتمد على نفسي ان انا اروح اتعامل مع المطور العقاري او مع الشركه العقاريه مباشره ولا اعتمد على شركه بروكر؟ الاول هو الهدف من الاول ايه، انا عايز استثمر مظبوط كده. طيب عشان تستثمر يبقى انت فاهم يعني ايه استثمار. انا كدوري كشركه بروكر لو انا بشتغل بشكل احترافي مفترض ان العميل افهمه كل حاجه وابين له النقط اللي ممكن تكون مش ظاهره بالنسبه له. بمعنى انا دلوقتي بستثمر في التجاري لازم ابين له قيمه العاصمه وقيمه المنطقه اللي بيستثمر فيها، سواء منطقه الحي المالي او سواء منطقه الداون تاون او منطقه محور الامل، وابين له دلوقتي مين العميل اللي هيجي يشتري من حضرتك الوحده دي او هيأجرها، وقيمه الاستثمار بتاعك ده هيكون ماشي ازاي. ده الاستثمار الناجح. انا بقى بعمل له ايه كمان، بعمل له حصر عشان العميل بيهتم قوي بحته الاسعار وطرق السداد، فبيبقى عنده حته ان انا بعمل له حصر بجميع الاسعار اللي موجوده فبوفر عليه الطريق، بدل ما هو بيروح كل شركه ويعرف طرق السداد بتاعتها وانظمه الدفع وقيمه كل شركه، لا انا بوفر له كل ده وبشرح له جميع الاسعار اللي موجوده وافضل قيمه مقابل سعر مناسبه للميزانيه بتاعته. هل تقدر في دقيقه انك تقول دليل سريع كده للمواطنين ايه الشركه اللي يبعد عنها؟ يعني الشركه لو لقيت فيها كذا وكذا وكذا ما تتعاملش معها، سواء كانت الشركه دي شركه بروكر او شركه تطوير عقاري. بالنسبه للعميل اللي جاي يشتري وحده سكنيه او يشتري وحده تجاريه، الاول افهم العاصمه الاداريه وافهم الخريطه بتاعتك وافهم المنطقه اللي انت بتستثمر فيها. ما تقلقش من الشركات في العاصمه لان الشركات في العاصمه هي تحت رقابه شركه العاصمه الاداريه، فدي ما فيهاش قلق. الفكره كلها شوف الخدمات اللي بتقدمها كل شركه، هل هي هتبقى مناسبه لاحتياجاتك ولا لا؟ ادرس الاسعار ونظم السداد وشوف السيوله بتاعتك مناسبه في انهي مشروع، واختار الوحده اللي العائد بتاعها هيكون سريع، وده هيكون معتمد على حجم الاستثمارات اللي الدوله عاملاه على ارض الواقع في الفعل. صحيح، دي نصائح مهمة جدا، واحنا محتاجين ان احنا برضو نلقي الضوء على بعض المشروعات المهمة اللي موجودة هنا داخل العاصمة الإدارية. لو وقتك يسمح ان شاء الله يكون في فقرات اخرى ان احنا نتكلم فيها عن كل مشروع على حدة. اشكركم على المشاهدة، دي تقريبا كانت اخر فقرة في فقرات حلقة النهاردة، ان شاء الله الاسبوع القادم صور جديدة وفقرات جديدة، الى اللقاء.